بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. كل يا ابني مش اجيب. اجيب ايدك بس، لكن كل يلا. كل 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 خساره في جتتك. كل يلا. شايف الفسيخه ده ايه؟ اقسم بالله خساره في اللي بياكلها. لذلك انا مش جايبه لكم شكل، بس انتوا لو جبت لكم شكله مش هتاكلوا الفسيخ تاني. انا جبت لكم الفسيخه بس. لا ده ده محترم، ده حبيبي، ده محترم، ده محترم، ده محترم. انما ده ده وباء. ده عرفتك محترم وعرفت وباء. ده من الطيبه، ده رجل طيب وامين. طيب بتوع الطيبه ناس محترمين، طيب بحبهم. انما ده من واسم من انا. يا لا صاحب ابني، صاحب ابني، انت تبقى صاحب ابني انت. ده انت بلاء وبلاء. ليه ده انا مطلعها على السوشيال ميديا؟ اطلعك في السرعة؟ لا اطلع عشان ما صاحبه ما يزعلش. بقى صاحبه لا يا ادم صاحبه. اهو شايف الشيخ؟ انا بس اجيب صغيره مش خساره في جتتك. ما انت واكلها خدت لك لسه والله. مش قفلت لك غفير عيش يا امي؟ من العيش اللي انا جايبه من السواق. كيف والله؟ شايفين؟ شوف بقى ابني بيعملها لك بس خساره فيها. يالا تفتح يالا خلينا ناكل. خساره فيها يالا جوعنا. شايفين الفسيخ وجماله أبا؟ ايه عايز اقول تاني؟ ناس الطيبة دول ناس طيبين، ناس نشا ناس أبا. طيبين، ناس دينين ناس طيبين ومحترمين، ناس بنوب محترمين. كل الناس كل الناس كلها خير وبركة. بعرف انك صاحب القاهرة، اسكندرية، كل الناس كلها. طلع الفسيخ ده كده يا محمد، شايفين الزيت يا جماعة؟ طلع الفسيخ كده. شايفين الزيت اللي في قلب البرميل؟ دي حاجة على الطبيعة. ايه حاجة كده لا حول له ولا قوة. الفسيخ ده بقى اللي مش هاكل قبل العيد منه اعتبر ما اكلش خالص. هاتلي يا ابني البوري كده قبل رمضان. قبل رمضان يا جماعة، كل سنة وانتم طيبين، ويا رب يجعله رمضان كويس عليكم ويهني الناس كلها يا رب. يا رب بحق جاه النبي يجعله رمضان حلو علينا كلنا كده يا رب، وما ينقص مننا حد. وهاتلي يا ابني كده الفسيخ الكبير. انا عندي الحبايه كيلو يا جماعه. قلت لكم على الطبيعه. استنى هنا شوف الزيت. والنبي انتوا شفتوا فسيخ؟ شفتوا فسيخ بيخر زيت؟ ما بيخرش الا زيت. استنى كده يا هلا. شايفين يا جماعه؟ شايفين بحر الزيت ده؟ شايفين بقى البوري الجميل؟ شايفين عندي الحبايه كيلو، حبايتين كيلو. عندي المقاسات الكبيره اهي يا جماعه. حاجه كده تشرح القلب الحزين، حاجه كده بتخر زيت. والله العظيم ده فسيخنا ما في زيه. بصوا ما تقوليش اي فسيخ تاني. بقعد الاقي كده على اليوتيوب كده حاجات كده مش بستوعبها. انا عايزه يا جماعه واحد يكون راجل امير كده يجيلي المحل.